شعر البنات هنعمله بيها شعر لذيذ. دلوقتي يا ملك لايك عشان تشتركوا القناة وتفعل زر الشعر، ويلا بينا نفتحها مع بعض. يلا يلا. راحة. دورة فيها معلقة كمان. واو. وطبعا يا اصحابنا ده شكل المكنة بتاعتنا، وطبعا عشان احنا مش هينفع نعمل فيها اي حاجة فخاله ادهم هو اللي يعملها عشان هي فيها كهرباء ما تكهربناش، لان الكهرباء الاطفال الصغيرة اللي تعملها تحرقهم. ماشي. وانا دلوقتي احط الجزء الاخير من المكنة. هساعدك. ساعدني. ايوه بالظبط كده، هي الكبس كده. وطبعا احنا قرينا التعليمات طبعا وكل حاجة وعارفين هنعملها ازاي. جاهزين نبتدي؟ جاهزين. جاهزين. وطبعا احنا ملقيناش عصيان الشعر البنات، يعني جبنا مكانه شفاطات او شليمو. يلا. ومعانا هنا السكر والمعلقة اللي هنحط بيها السكر. أيوة. قد ما احنا عايزين بقى براحتنا. يلا هبتدي. بسم الله بسم الله بسم الله. بصوا هي طبعا لازم تسكن الاول. واو. مين متحمس؟ انت متحمس اشتغل. متحمس اشتغل جدا. بقت نار؟ بقت نار. مريم من تحت بقت نار. بسم الله. يعني هي كده سخنت؟ بتسخن لسه. لسه بتسخن؟ طيب. أنا شايفة السطحية اللي من تحت دي لونها أسود خالص. طيب بعد ما تسخن هنعمل إيه؟ دي شغلتي النهاردة. هنطفيها الأول وبعد كده هنحط معلقة سكر على حسب ما احنا عايزين قد ايه السكر، وبعد كده هنشغلها ونلف بالعصاية كده كده كده. هنحط سكر على حسب ما احنا عايزين ولا على حسب المعيار ما هو عايز؟ هو في ناس بتحط معلقتين، في ناس بتحط معلقتين، بس ما ينفعش تزود عنها. هو يعني احنا ما ينفعش نزود عن المكان ده اللي هو ما ينفعش تزود عليه وما ينفعش تبناه جامد اصلا علشان يعمل حرقان كده، فاهم انت؟ حاجات تلبيك بقى وكده. يعني انت المفروض تعمل الطريقة الصح. طب يا مسلم كده انا بجس السخونيه يا عيني. انا هلبس الشيب خلاص المره الجايه. مرام خلوا ادم هيطلع شعر بنات ولا هيدمر الدنيا؟ لا هيطلع شعر بنات. وانت يا مالك هيطلع شعر بنات ولا هيدمر الدنيا؟ هيدمر الدنيا. انا هطلع. وانت يا مالك مش شايف ايه؟ هيدمر الدنيا بعد كده يشتغل تاني يطلع شعر بنات. ماشي. ايه التحمس؟ ايه الثقه دي؟ واثقين فيا جدا بصراحة. انت حبيبتي انت واثقة فيا. وانا المرة دي بقى هحط السكر. طبعا بصوا هي كده السخونية بتاعتها ابتدت تبان كده. انا هفصلها واقوم جاي حاطط بقى ايه؟ السكر. انا اللي هحط. لا عشان ما تتلسعش، قلنا الصغيرين ما بيمسكوهاش. طب بس استنى بقى. وقفي. طبعا هي كده وقفت. هوبا. طبعا السكر ده احنا ممكن نجيب سكر الوان يطلع لنا شعر بنات ملون. طبعا. صح؟ ايوه بيطلع من الاول. طب مين اللي هياخد اول واحده؟ اللي هنجرب. انا مالك 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 اول واحد؟ ماشي مالك. بصوا يا جماعه صغير برضه. وبسم الله بسم الله بسم الله. هتطلع بترول؟ انا شايف. ايوه ايوه ايوه. تفضل تلف انت بقى كده بقى. طب هو في حاجه انت بتلف فيها حاجه؟ لما تطلع حاجة بألف العتبة على النظر. ماشي. طب ما نشوفش. بتلف من فوق. بتلف من فوق يا سيدي. السكر ده كمية قليلة؟ لا هي مش قليلة. استنى بس. أنا واثق إن هي هتطلع. أنا واثق. استنى بس هي هتطلع. هتطلع بترول إن شاء الله. طبعا يا جماعه احنا اول مره يعني بنفتحها ونجربها معاكم، ما جربناش قبل كده فاحنا مش عارفين ال ايه. طلعت بترول. ايه طلعت بترول يا باشا اهو. بص 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 يا جماعه بدا يطلع على الشريمو. ايوه واو. والله طلع يا جماعه. طلع فاهم شكله يا جماعه والله العظيم. شكلك فاهم يا نص. واو
انا متحمس ادوقها من عمال ايديا دي. حلوة قوي. انت هتسيب الهدوء بتاعتك؟ ها؟ تسيب الهدوء بتاعتك؟ قولي. انت مبتسم. هو خالي عادي. بقولك هو خالي عادي. طبعا انا حاطط كمية السكر قليلة علشان ما تتحرقش. الحمد لله شغالة حلو. اهي. مهمة ناجحة. ناجحة. نسل بسرعة. بسرعة بسرعة. بص 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 الراجل بيعمل ايوه كده. مع المكنة كويس. هلا. ده ادم هيخلي الشقة كلها شعر مناخ. بس كده هي خلصت خلاص. انا بقى هروق اول. خلصت؟ وده يا جماعة كانت أول معلقة سكر معانا. انت جاتي. ماشي دوق يلا يا ملك. دوق. ما بتاكلش الشفاطة. طعمها ايه؟ حلو. حلوة جدا. كمل كمل كمل. دلوقتي دراع مين؟ انت انت. حلو شكرا. انا اجدع شيف. انا بص. وبما ان أول تجربة نجحت يا جماعة فأدم هيكمل يلا. يلا المرام بقى دلوقتي. ازود لهم بس سكر المرة دي علشان فاهم انت؟ تمام. عشان طبعا بقى من حكم خبراتي بقى وتجاربي. ايوه هيدمر اول مره اصلا. هيدمر الدنيا. ايوه. حلو. يا رب يطلع حلو قوي. مين اللي عليه الدور؟ انا. انتي؟ عشان متشعبك قوي. غير بقى اشوف غزلي البنات واقف. يلا يلا يلا. الله الله الله. طلعت على طول. بيطلع في دقيقة دلوقتي. عشان سخنت خلاص. مين اجدع واحد بتاع غزل بنات ناو؟ مش انت. حلوة يا لوكي؟ طعمه حلو زي اللي بنشتريه؟ كالاخر يعمل اصغر غزل بنات الدنيا. ايه ده وضحك عليك قدام واحدة صغيرة؟ بتطلع يا شيخ. يا شيخ شربيني. لا 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 بتطلع طلع طلع. لا هي اشتغلت. انا فاكر كنت كتك يا حسني. مش الكلام نفسه. ما بتطلع معاك. بتطلع كده شبكه العنكبوت. ايوه شبكه شبكه العنكبوت. الله بسرعه يا خيلو. هو فرحان. ده لسه. هو فرحان من اللي قدامه خالص. هو مش عارف يسيطر عليها. وانا كمان وانا كمان بقى. رايق يا مرام. روعه روعه. هو اللي بيتعمل يا مرام؟ هو اللي بيشتريه؟ نفس الطعم. بس ده احلى حاجة عشان ده مفيد ومعمول في البيت. دينا. دور عليا. من بره. نعم. دور عليا. ما هو. بص 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 بقى بتطلع ازاي كتير. بتطلع. انت جايب بوظة على دور هذا نازل؟ لا على فكرة مش باظت. ده عشان نازل ده. هي طلعت اكتر على دور نازل. لم بسرعة. لسه معاها السرعة دي. لم لم. انت لو حطيت سكر خد كده. الحق يا فوزي. كده هي فاضت؟ حطيت سكر. طب خد طلع كل اللي فيها. طلع كل اللي فيها. يا ريس طلعها. تعالى يا احلى واحدة المازي. الحمد. ايه عايز ايه؟ بصوا يا جماعة اخر انتاجات. يا سلام. لا تعالوا بص. وزي ما شفت اصحابنا الخطة نجحت معانا في الغزل للبنات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو زي ما تنسوش تحط لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الزر. باي باي. مع السلامة.